ما بين اظن ان شاء الله بيخلص ما بين سكيب زوم هو روجر روجر ان شاء الله والله نتمنى والله لا والله نتمنى ان شاء الله انه يخلص ان شاء الله نفتك من سكيب زوم على الاقل نسمع اخواننا من قطر ويعني قطر الفترة الماضية من 3 أسابيع تمام نسمعهم بشكل حلو الحين من أسبوع تقريبا أسبوع شيء ما نسمعهم يعني ما نسمعهم وبدأ السكيب بيننا لكن بيننا بينكم ما شاء الله بدأ الجو يفتح بدأ السكيب يروح ما شاء الله يعطيك العافية عم وليد يعطيك العافية وإن شاء الله على فكرة اليوم ألفا 61 إيكو اليوم وصل من السفر واليوم وصل من السفر موجود اليوم وإن شاء الله يكون موجود اليوم بيطلع معانا اليوم الفا 41 مايك دلتا الفا 61 برافو كيلو روجي 61 برافو كيلو الفا 41 ليما دلتا لكن وصل ابو سيد اليوم وصل نسمعه ليله اما امس ما شاء الله ما يحتاج هوتيل زولو الفا 61 روميو جوليات انت موجود كان بعد وتانجو تانجو موبايل 701 تانجو تانجو هوتيل زولو 1 بي او هوتيل زولو 1 مايك محمد كان وراشد كان معاهم فوكس جوليت وشاري تانجو أمس مجموعة كبيرة كان أوفر يا عم بوريد صحيح الآن إن شاء الله بعد اليوم إن شاء الله إجازة بنسمعهم اليوم إن شاء الله بنسمعهم ما أدري عم بوريد ما أدري شو حاليا أي جهاز ما شاء الله لايكم رجع لا هو هذا FT1000 أنتنا كوستاف 4 إليمنت ألفا شوغر 4 روجر يعطيك صحة العافية ما شاء الله صوت جميل ورسال جميل ما شاء الله صوت جميل ورسال جميل يا عم وليد يعطيك الصحة العافية يا عم وليد وحبينا نسلم عليك إذا أنت حاليا أنت بغيت ترفع الفريكوانسي تتجول حياك حبينا نسلم عليك ونهنيك ما شاء الله على الرسالة الجميل وعلى الصوت الجميل يا عم وليد ألفا 41 مايك دلتا ألفا 61 برابو